من؟ قال من جند الهدى أهل اليمن الميامين، إذا ما قوبلوا صانع الحكمة والنهج الحسن، وهم أنصار، وهم أنصار مبعوث الهدى، جيش غمدان معابن ذي يزن، أرضهم قبر غزاة دفنوا كل طاغوت مع من قد دفن. أيها المؤمنون، معنا رسالة ربانية لكن تحتاج إلى حملة. يقول هذه خطبة لك في اليمن شيخ عايض، وكان الحضور الحقيقة مذهل جدا. نعم، هذا في جامع الصالح، أكبر جامع في اليمن، وهو جامع كبير، واليمن تعرف حبنا لهم وحبهم لنا، والإيمان يماني والحكمة يمانية، ولقينا فيهم الترحاب والأدب والشعر والنكتة، ما كان غرباء. نعم. شيخ عايض، أنا أذكر من الأشياء وحريص أن أسألك عنها. أنا في لطيفة أمس لقيت بعض اليمنيين اسمه المسجد هذا الصالح، وإن شاء الله أنه في خير. لا، لكن نتركها في ما بعد عشان لا أنسنا. لا أنا سؤالي مكتوب، لكن أنت عشان لا تنساها عطنا. الشيخ العمراني يلقي فيه دروس، وكنت أتابع مرة في قناة فضائية وإذا يلقي درس، فقال العمراني، سئل عن حي على خير العمل، قال هي الزيدية يقولون بها، ونحن السنة ما نقول بها، والحديث عندنا ليس بصحيح، ويمكن الحديث عند الزيدية صحيح. قال يوم ما جاء الأتراك عندنا في اليمن، أرسل واحد من أعيان صنعاء ابنه، قال ذهب إلى الباشا التركي يعني، وأطلب منه الميرة الفلوس، يبغى معونة. فراح يقول كان صحيح الولد ساذج. قال الوالد يسلم عليك ويقول أسألكم بالله تبقون حي على خير العمل في الأذى لأنه زيدي. قال التركي نحن لا نتعرض للسنن ولا الأديان، اللي تبغون سووا. فرجع يصفق وفرحان، قال أبش، قال أبوه أبشرك أنهم تركوا حي على خير العمل. قال والميرة الفلوس أعطاك شيء؟ قال لا. قال ليت شال حي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على خير العمل وأعطانا فلوس. خلينا نروح فاصل الشيخ، ونرجع أيضا نستكمل بعض محاورنا إذا تكرم. كونوا معنا بعد هذا الفاصل.